أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ومن والاه. بالقضايا اللغوية، نأتي إلى القضايا اللغوية. انتبه، في القضايا اللغوية يقول: ميز الفعل مبني المعلوم مبني المجهول. قبل أن نأتي إلى هذا يجب أن نشرح لكم أقسام الفعل كيف يكون. طبعاً أقسام الفعل، الفعل يمكن أن نقسمه ضمن خمسة طرق. الطريقة الأولى، أولا من حيث الزمن، كما تعلمون هو ماض، فعل ماض، ما دل على حدث وبدأ وانتهى بالزمن الماضي، كما تعلمون وهو مبني دائما: دخل، سعى، جاء، حضر، احتضن، إلى آخره. الفعل والقسم الثاني، يعني الثاني، والمضارع، ما يدل او ما دل على حدث بدأ بالزمن الماضي واستمر الى المستقبل مرورا باللحظه الحاليه، وهذا مثل: يشرب، احب، لن نذهب، لم اسعى، الى اخره. والامر وما دل على حدث لم يبدا بعد، مبني دائما طبعا: اصنع، اشرب، الى اخره. هذه اول طريقه من طريقه تقسيم الافعال، وهي من حيث الزمن. طيب، لنأتي إلى الطريقة الثانية، وهي من حيث البناء المعلوم والبناء المجهول. كما تعلمون إن الفعل يقسم على، يعني، إلى قسمين حينما نود يعني أن نتحدث عن المبني المجهول. أولا المبني المعلوم والمجهول. المبني المعلوم هو الذي عرف فاعله ويأخذ فاعلا. المبني المعلوم معروف فاعل ويأخذ فاعلا، مثل: أحسن، مثل: طبق، مثل: إلى آخره. كل يحسن، يفحص، يزور، يأتي، إلى آخره. الفعل المبني المجهول هو الفعل الذي لم يعرف فاعله ويأخذ نائبا للفاعل. لم يعرف فاعله ويأخذ نائبا للفاعل. كيف لنا أن نستطيع أن نبحث عن المبني المجهول؟ ابحث في النص عن فعل، عن فعل وليس اسم. مضموم الأول، يجب أن يكون مضموم الأول. كما تعلمون عندما نريد أن نبني الفعل من مبني المعلوم إلى مبني المجهول، نحول، نضم الأول بالماضي ونكسر ما قبل الآخر، وبالمضارع نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر. طبعا ناهيك عن بعض الاستثناءات التي تتم، مثل: قال، قيل، وهذه تعلمونها وشرحناها في الصف سبق أن شرحناها لكم، ومثلا قضى، قضية، ومثلا نأتي نقول: يقول، يقال، يسيل، يسال، وهكذا دواليك: استخرج، استخرج. إذا أحسنت المعاملة. تلاحظ مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر. لو يعني طبعا هذه تأتي ساكنة لا نحكم عليها، هي يعني الهمزة مضمومة والسين مكسورة. يفحص، لاحظ، يفحص، يفحص، مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر لأنه مضارع، هذا المبني المجهول. سنأتي ويعني نجيب عن الأسئلة واحد تلو الآخر بعد، لكن بعد انتهاء من شرح يعني أقسام الأفعال. في الثالث، من حيث اللزوم والتعدي، أولا الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به لإتمام معنى الجملة، مثل: عاد، اجتهد، إلى آخره. طبعا عندما نريد أن نبحث عن الفعل اللازم، ابحث عن فعل يقبل الهاء، يعني يقبل أن يتصل بالهاء، أي يقبل أن يأخذ مفعولا به، أو يقبل السؤال بماذا. نقول مثلا: ماذا كتب؟ كتب الدرس. ماذا فهم؟ فهم القصيدة. ماذا شرح؟ شرح الموضوع، إلى آخره. أيضا نقول: فهمه، شرحه، أدركه. بالفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله بل يحتاج إلى مفعول به لإتمام المعنى. ابحث عن فعل يقبل الهاء أو لا، أو يقبل، أو يقبل السؤال بماذا. يقبل السؤال بماذا، هنا لا يقبل، هذه يعني، هذه إذن اللازم لا يقبل السؤال بماذا. لا نقول: ماذا سافر، أو ماذا استعد، أو ماذا رجع، بينما نقول في مثلا المتعدي: ماذا كتب، ماذا شاهد، ماذا يعني استنتج، إلى آخره.
النوع الرابع وهو الفعل من حيث الصحة والعلة. أولا عند الحكم على الفعل هل هو صحيح أم معتل يجب إعادة الفعل إلى جذره، يجب إعادة الفعل إلى جذره. يمنع الحكم على الفعل هل هو صحيح أم معتل إلا بعد إعادته إلى جذره. كيف نعيده؟ من خلال الجذر، طبعا المقصود به أن يكون ماضيا وأن يكون ثلاثيا، أن يكون ماضيا وأن يكون ثلاثيا. من خلال كيف نعيده إلى جذره؟ من خلال إزالة أحرف زيادة يعني حذفها، وهي يعني حذفها وهي تجتمع في كلمة سألتمونيها زائد التضعيف الشدة. طبعا هناك بعض الأحرف التي تكون بالزيادة يجب هي تكون أصلية، كما تكلمنا في أول درس في الفصل الأول في كيفية استخراج المعاني من المعجم البسيط. أولا الفعل الصحيح هو الذي خلت حروفه الأصلية من أحرف العلة، مثل علم وله ثلاثة أقسام. كل حروف الأصلية، لاحظ أنني أقول الأصلية، الأصلية بمعنى أنني يجب أن أعيد الفعل إلى جذره ثم أحكم عليه. أنا أعدت إلى جذره علم ثم حكمت عليه بأنه صحيح، وهي هو الفعل الذي خلت حروفه من أحرف العلة، وأحرف العلة هي ألف واو ياء، ألف واو ياء تجتمع في كلمة واي. أولا الفعل الصحيح، والصحيح ثلاثة أقسام. أولا الفعل الصحيح المهموز، الصحيح المهموز، صحيح لأنه لا يحتوي على حرف علة، مهموز لأنه احتوى على همزة، فانتبه إلى زأر هنا جاء لا يحتوي على ألف أو واو أو ياء ولكنه احتوى على همزة وبالتالي هو صحيح مهموز، أكل وطرأ وما شابه ذلك. الفعل الصحيح المضاعف، الصحيح المضاعف هو لا يحتوي على حرف علة لكنه يحتوي على تضعيف أو شدة، مثل شدة فك وضل وما شابه ذلك. انتبه إلى أن المضاعف إذا كان يعني يجب أن يكون على حرفين حتى يكون مضاعفا، شدة فك إلى آخره. الفعل الصحيح السالم وهو الذي خلت حروفه الأصلية من أحرف العلة والهمز والتضعيف، صحيح لأنه لا يحتوي على أحرف علة ألف واو أو ياء، سالم لأنه سلم من الهمزة وسلم من التضعيف، سلم من الشدة ومن الهمزة صنع. وآخر تقسيم وهو النوع الثاني وهو الفعل المعتل. المعتل هو الذي احتوت حروفه الأصلية على حرف علة. الأصلية لماذا؟ لأنها يعني أعدنا إلى جذره ثم حكمنا عليه. الفعل المعتل المثال هو الذي يكون الحرف، كما تعلمون إن الفعل الثلاثي نزنه دائما على وزن فعل، كتب فعل، قام مثلا قوام فعل، وهكذا دواليك. الأول فاء والثاني عين والثالث لام. اللي بيكون فاءه علة يكون مثال، يعني الأول منه حرف علة مثال، مثل وصل وسمى إلى آخره. الفعل المعتل الأجوف هو الذي يكون العلة في جوفه، في وسطه، في وسطه، مثل قال طال طام قال طال إلى آخره. الفعل المعتل الناقص هو الذي يكون الحرف الثالث منه أي لامه، لامه من أحرف العلة مثل بكى دعا سعى إلى آخره. المعتل اللفيف أي إذا سمعت كلمة لفيف اعلم أن لدينا حرف علة. اللفيف المفروق هو أن يأتي الأول علة والثالث علة، انتبه وقع الأول علة والثالث علة، فقد فرق الحرف الصحيح بين حرفي العلة وعى وقى وما شابه ذلك. الفعل المعتل اللفيف المقرون هذا عكس المفروق، وهو أن يأتي حرفا العلة متتابعين، أن يأتي حرفا العلة متتابعين مثل طوى كوى نوى إلى آخره. هنا لاحظ أن الواو والواو والألف جاء يعني متلاحقين متلازمين. آخر تقسيم لأنواع الأفعال وهو المجرد والمزيد. الفعل المجرد هو الذي جاءت جميع حروفه كلها أصلية ولا يستغنى ولا يمكن الاستغناء عن أي منها. الفعل المزيد هو ما زيد على
احرفه حرف او اكثر من احرف العله، من احرف الزياده، اسف الزياده ليس احرف العله. اعيد، المجرد هو الذي جاءت جميع حروفه اصليه ولا يمكن الاستغناء عن اي منها، ولم تدخله احرف الزياده، والفعل مزيد ولا ما زيد على حروفه الاصليه حرف او اكثر من احرف الزياده. اقل جذر، يجب ان نعلم ان اقل جذر للفعل لجذر الفعل هو ان يكون ثلاثه احرف، اقل من ثلاث لا يوجد، ممنوع، تصبح الكلمه خاطئه. عند الحكم على الفعل هل هو مجرد ام مزيد لا يجب، هذا خطا يرتكبه الجميع يعني الكثير، لا يجب اعاده الفعل الى جذره، لا نعيد الفعل لجذره. لماذا؟ لاننا لو اعدناه الى جذره لكانت جميع الافعال مجرده، وهذا خطا. اذن لا نعيد الى جذره، وانما نعد الحروف عدا، بنعدهم واحد اثنان ثلاثه الى اخره. فاذا كان ثلاثيا هو مجرد، اذا كان اكثر من ثلاث فهو اما مزيد أو مجرد، طبعا نستثني من العد ما يلي. أولا نستثني من العد، أي لا نعدها هذه الأحرف، وهي أحرف المضارعة تجتمع في كلمة نأتي، تأتي بداية الفعل المضارع، تأتانيث الساكنة في آخر الفعل الماضي مثل رسمت، والضمائر تأتي في آخر الأفعال والأسماء مثل الهاء في شربه وطواها وما وبيتنا وما شابه ذلك. لو أتينا لنفحص رسمت، هلا بدي احكم عليه مزيد ولا مجرد؟ التاء لا تعد، اذا واحد اثنان ثلاثه، اذا هذا مجرد. طواها الهاء ضمير، اذا طوى مجرد. طبعا الالف لا يجب ان تبقى بالجذر، يجب ان نعيدها الى جذرها. هنا نكون انهينا هذا التقسيم يجب ان تعلموه، وهو من اول يعني الفصل، ونحن مر معنا المجرد والمزيد والصحيح والمعتل والمبني المعلوم والمبني المجهول والماضي والمضارع والأمر. انتبه إلى الأسئلة صفحة 46. في السؤال الأول بيقول لي ميز الفعل مبني المعلوم من المبني المجهول فيما تحته خط. أولا في الأولى رصعت مبني المجهول لأنه مضموم الأول مكسومة قبل آخر. يلهث مبني المعلوم، لم يكن مضموم الأول. اتفقنا أن المبني المعلوم المبني المجهول يجب أن يكون مضموما، يجب أن يكون مضموم الأول. هنا يلهث مبني المعلوم. تركت، أخالكم تقولون أنه مبني المجهول وهو ماض. ترينها طبعا مبني المعلوم. صنف الأفعال التي تحتها خط إلى أفعال مزيدة وأفعال مجردة. سألتها، انتبه، الهاء ضمير لا يحسب، والتاء ضمير لا تحسب، إذا سأل هذا فعل مزيد بحرف واحد، سأل فعل مزيد بحرف واحد، وقلت لكم في القراءة دي يعني انتبهوا إلى أنها سأل مش وليس سأل. في المثال الذي يليه أعادني، الياء هذه ضمير لا تعاد، وأعاد إذا هذا مزيد. اقرأ، همزة الأمر لا تحتسب، والفاء أصلا ليست من الفعل، قرأ، إذن هذا مجرد. تمد، تاء المضارعة ومد هو مجرد وهو يعني صحيح مضاعف. ميز اللازم من المتعدي فيما يلي، نتبع بالهاء، فإذا قبل الهاء فهو متعد، وإن لم يقبل فهو لازم. طريقة أخرى، نضع قبله ماذا، فإذا قبل أن نضع قبله ماذا فهو متعد، لم يقبل وضع ماذا فهو لازم. أيضا طريقة أخرى، نضع في جملة، فإذا أخذ مفعولا به فهو متعد، وإن لم يأخذ فهو لازم. يتألق القوط الطويل بجيدها، لاحظ أن يتألق، ماذا يتألق؟ ليست مستساغة، هاي أولا. ثانيا يتألقه أيضا ليست مستساغة، وأيضا لا يوجد مفعولا به، وبالتالي هذا لازم. وصحت أيضا لازم، من صحة صحوة لازم.
ولا يعني لا تقبل ان نقول صحته. اسمع طبعا متعدي، اسمعوها اسمعه قبلت الها فهي متعدي. ناتي الى السؤال الرابع، عما تحته خط عينان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى، مبتدا مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى، سوداوان خبر مبتدا مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى. طبعا في حرف جر وحجري اسم مجرور على مجرور الياء لانه مثنى وهو مضاف، وهما ضمير متصل مبني في محل جر بالاضافه. وأمية راياتها مرفوعة، هنا اسمحوا لي أن أعرب الجملة كاملة. أمية مبتدأ أول مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره كما تعلمون، ورايات مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، ومرفوعة خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره، وجملة راياتها مرفوعة، الجملة الاسمية من راياتها مرفوعة في محل رفع خبر المبتدأ الأول. انتبهوا، لو سألني سائل أستاذ لما اعتبرت هنا مبتدأ يعني مبتدأين وخبرين، السبب أن المبتدأ الثاني ارتبط بضمير يعود إلى المبتدأ الأول، وهذه أخذناها في الجملة الاسمية في الوحدة الأولى، عانقت فيها عندما ودعتها، ودع فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. هذا ويعني نكون قد أنهينا أسئلة هذه الوحدة، وأنهينا الوحدة كاملة. بعد أن تنتهوا من مشاهدة هذه الفيديوهات سنحمل لكم حل أو الورقة التي شرح عليها النص، آملا لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.